انا معكم اخوتي، بدي احكي معلومة عن مربولوس. مربولوس بين كل رسل، بين كل التلاميذ، بين كل القديسين من وقت تجسد ربنا يسوع المسيح لحد هلا، بيعتبر مربولوس هو اكثر قديس حكي معه وظهر له الرب يسوع قاطبة بين كل الرسل الموجودين، تلاميذ المسيح 72 و12، وحتى بين القديسين كلها اللي مرقت بحياة الكنيسة. بيعتبر مربولوس هو أكثر واحد الرب يسوع ظهر له وأعطاه الإلهامات وأعطاه الحكمة والوحي. لمربولوس هيك بيعتبر بتقليد الكنيسة. سمعت مرة أنا أحد الآباء عم يحكي عن هالموضوع هيدا. إذا بالكنيسة مربولوس هو أكثر قديس ظهر له وحكي معه الرب يسوع. بركة القديس مربولوس معكم جميعا، رسول الأمم. آمين.